انا عايز اقول شوية حاجات مهمة جدا عن المدرسة هتغنيكم كتير عن اي تساؤلات، هتغني كتير عن اي تساؤلات. المدرسة ما هياش سنتر يبقى فيه كورسز، لا دي سكول ليها منهج. غرض المدرسة ان احنا هنعمل تنشئة وتكوين لاهوتي وتعليم في علم الوعظ. الكلام ده يعني هينكتب ويتوزع عليكم وهينزل على الصفحة، بس احنا ما كناش عايزين نسبق الاحداث. هدف المدرسة نمرة واحد سلامة التعليم الأرثوذكسي. سلامة التعليم الأرثوذكسي الشرقي القبطي. تعلمنا احنا تعليم كنيسة الأسكندرية. واحد سلامة التعليم. اتنين وحدة التعليم. لان في افكار كتير وفي شطحات فكرية، وانتوا عارفين ان اليومين دول في مسألة التعليم مسألة مثارة، سواء في الكنيسة الواقعية او في الكنيسة الافتراضية على الانترنت. فواحد سلامة التعليم الارثوذكسي، اتنين وحدة التعليم، تلاتة ان يكون في تعليم افضل من ناحية الاتقان، من ناحية البرامج، من ناحية المناهج، من ناحية التدريب، من ناحية النمو. المدرسة ديت لا تتقاطع مع اي كلية ولا مع اي مركز تعليمي، لا تتقاطع ولا تتعارض، لكن تتكامل. التقينا مرة قبل كده، اللقاء الاولاني ده كان طرحنا فيه افكار، كنا لسه ما عملناش المقابلات، كنا لسه ما عملناش الاستمارات، ما كانش الشكل الحالي، كان مجرد افكار حول المدرسة، يعني زي ارضية. احنا دلوقتي النهاردة في وضع الاساسات، النهاردة وضع الاساسات. المرة الجاية على طول هتبقى اول محاضرة على طول مع الافتتاح. المرة الجاية هيبقى افتتاح مع اول محاضرة. قابلنا في المدرسة الى الان 500 دارس زائد كم كبير من الاباء الموقرين الكهنة، اعتقد ان وصلهم في حدود 60 كاهن، يعني 500 دارسين زائد مجموعة من الاباء الكهنة. الدارسين دول تم اختيارهم بعد مقابلات شخصية مع لجنة، مقابلة فردية مع شخص. طب ايه المعيار؟ المعيار ان يكون الشخص اللي جاي عنده اشتياق للتعليم ويكون بيخدم فعلا، يعني على عتبة الخدمة، لان احنا مش هنتعلم حاجات عشان نحشي دماغنا، ما هياش للتسلية العقلية ولا الحشو الدماغ. نوعية الدارسين مين هم؟ كهنة، خريجين كلية إكليريكية، أمناء خدمة، خدام، ومن كل الأعمار. لم نشترط سن، ناخد في المتقدم من سن 20 لما فوق. فيبقى الأعمار السنية من 20 لما فوق. الدارسين 500 من كل الأعمار السنية، بس يكون عندهم الشرط الأولاني الاشتياق للتعليم السليم، وكمان انه يكون ده هيمس الواقع بتاعه في الخدمة والتربية الكنسية. احنا بنعتبر ان الدارسين اللي هو انتم راس مال المدرسة، لان احنا ما عندناش لا دعاية ولا عندنا شهادات ولا في حاجة هنديها. طبعا في الاخر بناخد كلنا شهادة ان احنا عملنا دراسة في مدرسة تيرانوس، لكن ديت حاجة تقييمية او حاجة معيارية، ما لا تؤدي الى شيء الا المعرفة اللاهوتية. فالحقيقة في المقابلات استفدنا كتير من معرفة المتقدمين، اتنين من خبراتهم في الواقع، في خدام قرية، في خدام مدينة، في خدام كل المراحل السنية، في خدام انشطة، في خدام حالات خاصة، في اباء كهنة عندهم خبرات نادرة من الدارسين مش من المدرسين، لان احنا جايين في عملية تفاعل نفيد ونستفيد. انا مش جاي اتلقى خلاص، مش جاي مكنة
سلبية آجي وأقعد أتلقن دروس. هو ده الفرق اللي إن المدرسة هتقدمه، أنها ليست مدرسة تقليدية بطريقة التلقين. عشان كده هيبقى فيه سيكشنز وهيبقى فيه مجموعات عمل. المدرسة هي بالساعات، عدد ساعات. عارفين بتسمعوا عن المدارس التجريبية، بتسمعوا عن المدارس غير التقليدية. هذه المدرسة غير تقليدية، هذه المدرسة بحسب عدد الساعات. هيتم ازاي الاعلان والكلام ده؟ عن التفصيلات هتبقى من خلال الصفحة بتاعة الفيسبوك او موقع الانترنت، وهنشوف ازاي الكلام ده، وبالتواصل مع السكرتارية. المدرسة هيبقى اجمالي عدد الساعات 380 ساعة. الكلام ده كله هينكتب وهيعطى ليكم مكتوب. اجمالي عدد الساعات 380 ساعة على سنتين. 380 ساعة على سنتين. اذا في السنة 190 ساعة. ال 190 دول بينقسمهم الى قسمين. 120 ساعة محاضرات زائد 70 ساعة سيكشن. يعني ده بيعتبر زي سنة، سيمستر، ترم، زي ما تعتبروه. السيكشن ده ما هواش هنقعد فيه عشان نتلقى، لا، احنا هنقعد عشان نتناقش. احنا عايزين نغير الواقع الخدمة بتاعتنا. انا دلوقتي خادم شباب، انا دلوقتي خادم طفولة، انا بخدم في مجال الانشطة، انا بخدم في خدمة الحالات الخاصة، في احتياجات، في قضايا كتير جدا ما تتخيلوهاش لازم نناقش. ازاي نوصل المسيح، وازاي نخدم المسيح، وازاي الكرازة بتاعتنا تبقى فعالة، وازاي ان احنا نبقى تحت رجلين السيد الرب، وازاي ان الخدمة بتاعتنا تبقى خدمة مؤثرة، وان الثمر بتاعنا ثمر جيد. التلاتين دي بداية، لكن المسيح منتظر مننا الستين والتسعين والمائة. اجمالي عدد الساعات في السنتين 380 ساعة. السنة بالنص على طول 190 ساعة، متقسمين لحاجتين، 120 ساعة محاضرات، 70 ساعة سيكشنز. مكان الدراسة، المحاضرات ستعطى جميعها في هذا المكان. كل الحاجات اللي انا بقول لكم عليها ديت لم يكن لنا فيها خيار. الموضوع احنا مش بنختار، انا ما قداميش اوبشنز خالص، انا ما عنديش اوبشن، ما عنديش رفاهية ان انا اختار بين مكان ومكان. انت فين دلوقتي احنا قاعدين ازاي؟ احنا قاعدين في البلكون وفي الصالة. احنا تقريبا دلوقتي في حدود 500، ده غير الاباء الكهنة. الاباء الكهنة انا يعني في اباء جايين من محافظات تانية، قلت بلاش النهاردة، ندعيهم يوم الافتتاح ويستمروا معانا في المحاضرات. فالمحاضرات هتبقى كل يوم اربع، وهتبقى ثابته هنا في مسرح كنيسة مرمينة فليمنج. ثبتنا يوم، كون ان اخد مكان مقفول مخصص في تكييف، في امكانيات، في تركيز، عشان خاطر بس نبقى احنا عارفين احنا بنعمل ايه. ايضا المتكلمين ما هواش امر سهل، لان انا مش، ما احناش هنلتقي بمتكلمين تقليديين او بمتكلمين غير مختصين او ناس هيجوا لسه لا، الموضوع مش كده خالص. عشان كده المحاضرات مكانها مسرح مرمينة فليمنج، يومها وزمانها يوم الاربع من الساعة 6 للساعة 8:30 9. اندبنز على انتظامنا احنا، مش رح نقدر نوفق كل حاجة وفقا لجميع الاهواء، صعب. واحد يقول يوم الاربع ليه؟ لو قلنا التلات، واحد يقولك طب يوم التلات ليه؟ واحد يقولك يوم الخميس ده فيه خدمة، يوم السبت فيه عشية، يوم الجمعة فيه خدمات، جميعكم أمناء خدمة وجميعكم مسؤولين. إذن المحاضرات استقر على أنها تتم هنا مكانيا ومن حيث الزمن كل يوم أربع.
المجموعات هتتم في مركز إيمي أو مركز الكاروس في البطريركية كلها. ليه؟ لأن ما عنديش اختيار إن أنا ألاقي أكتر من 7-8 قاعات فصول تستطيع أن تحتوي العدد وتستوعبه. أنا محتاج أماكن مجهزة فيها آليات، فيها وسائل إيضاح، فيها تكييف، فيها أماكن مريحة. فالاختيار ما هواش، ما قداميش يعني اختيارات كتيرة، بالإضافة إلى أن مش هقدر أحرك المتكلمين والمعيدين يلفوا الكرة الأرضية، لأن هم برضو عندهم اهتمامات، عندهم خدمات، عندهم أبحاث، عندهم حياتهم الشخصية. فالمحاضرات كل 4، المجموعات لم يتحدد بعد أيامها. المجموعات دي نقدر نتحكم فيها إزاي، نعمل فيها راوند مع بعض، ده موضوع يسهل التحرك فيه. أما فيما يتعلق بالأماكن، صعب أن أنا أتحرك في غير المحاضرات مسرح مارمينا فليمنج يوم 4 والسكشنز في الكاروز أو في إيمي في البطريركية. أحب أن أشير إلى نقطة هامة جدا، هذه المدرسة مدرسة السكندريين جميعا، هي ليست مدرسة مارمينا فليمنج وليست مدرسة الكنيسة المرقسية، لكنها مدرسة كنيسة الأسكندرية كلها. استخدامنا واستعمالنا لهذا المسرح هو مجرد ترتيب مكاني، لكن ليس تحت إشراف كنيسة مارمينا فليمنج. وجودنا في مركز الكاروز ليس تحت تأثير أو أي كائن من كان، لكن هو عمل عام يخص كل اسكندرية. فاحنا بس بنستخدم مارمينا فليمنج مجرد مكان، ومركز الكاروز مجرد مكان. ازاي هنتواصل مع بعض؟ القناة الوحيدة للتواصل مع بعض هي من الموقع وصفحة الانترنت. اعتقد ان انتوا لمستم لمستم ان كان في اتصال شخصي سواء بالتليفون او بالمسج، لن يكون هناك احد خارج دائرة الاهتمام والاهتمام المحترم على المستوى الشخصي. فاتعشم ان التواصل يبقى مريح، وبالاكتر من خلال صفحة الفيسبوك او موقع الانترنت. المواد الدراسية هم 7 مواد، زودنا المواد مادة هقول لكم عليها وليه في الاخر، لكن المادة 7 ما فيها السكشن، وهشرح لكم ايه هو الموضوع. عندنا 7 مواد، كانوا 6 زودناهم مادة. ايه هم الستة وايه المادة اللي زودناها؟ نمرة 1 كتاب مقدس، وديت هيبقى مسؤول عنها او هيدرسها انبا مقار. المادة التانية مادة الليتورجية، وديت هيدرسها الدكتور الارشزياكون رشدي واصف. مادة الوعظ هيدرسها انبا بافلي، وهيدرسها راهب استاذ في كليريكية المحرق والقاهرة اسمه الراهب بنيامين المحرقي، وحاصل على شهادة دكتوراه في اللاهوت. مادة الآباء هيدرسها أب اسمه الأب الدكتور بولا سويرس البراموسي، وأنا أموس أساناسيوس هقتسم معاه المادة ديت. أنا هدي حاجة اسمها مداخل في الآباء أو عالم الآبائيات، وهو هيدي موضوعات من خلال الآباء، وهو له مؤلفات كثيرة في هذا المجال. وأنا أشكر الله من أجل عمله معايا ليا في هذا المجال موقع على الإنترنت، في أكتر اللي يحب يدرس أو يشوف هتلاقوا فيه أكتر من 70-80 كتاب موجودين مترجمين، كلهم موجودين على الإنترنت. مادة الروحانية الأرثوذكسية هي دي المادة اللي أضفناها، وديت هيدرسها دكتور
الأستاذ الدكتور جوزيف فالتس. أخيرا مادة الرعاية ومتغيرات العصر، هيدرسها أنبا توماس وأنبا مكاريوس، هيدرس المادتين دول. اتكلمنا عن الدارسين، قلنا ان احنا وصلنا 500 دارس. اتكلمنا عن المواد، قلنا ان هم 7 مواد. اتكلمنا عن المدرسين، هم 12 مدرس. اتكلمنا عن الاماكن، هم في مكانين، وليس لنا خيار او ليس لنا يعني رفاهية ان احنا نختار في الاماكن. صعب جدا ان نلاقي مكان زي كده في 500 واحد يساع 500 واحد في نفس الوقت ومجهز. فالمكان بقى مريمينا فليمنج المحاضرات، اما قاعة مركز الكاروز او ايمي هو المكان اللي هيتعطى فيه السكشنز بالطريقة اللي عمل بيها دكتور ارساني الأموس، الطريقة الراوند بتاع كلية الطب، ازاي ان احنا نعمل راوند في السكشنز بحيث ان احنا نغطي كل المواد في الفترة الدراسية. الحضور له نسبة، عليه نسبة، لاننا نعلم. اقولهم تاني، واحد كتاب مقدس لو سمحتم، واحد كتاب مقدس انبا مقار. هناك اخرين هيساعدوا، لكن حاليا انبا مقار هيدي بانوراما العهد القديم. 2 مادة الليتورجية هيديها الدكتور رشدي واصف الارشدياكون، وده مدرس في الكليريكية، وانبا مقار ايضا مدرس في الكليريكية. مادة اللاهوت هيديها نيافة الحبر الجليل انبا بشوي، ونيافة الحبر الجليل انبا رفائيل. علم الوعظ هيدي نيافة الانبا بافلي، وهيساعده راهب ايضا مدرس في الكليريكية اسمه ابونا بنيامين المحرقي. مادة الروحانية الارثوذكسية دي راح يديها الدكتور جوزيف فالتس، جوزيف موريس فالتس. مادة الاباء هيديها ابونا الدكتور الراهب بولا ساويرس البراموسي، وانا هاشاركه، هو هيدي موضوعات عند الاباء وانا هدي المدخل لعالم الاباء، وكل المنهج اللي هو انا بهديه موجود كله على الانترنت في موقع اكسوس، كلها كتابات عن اباء الكنيسة والسير بتاعته. مادة الرعاية ومتغيرات العصر دي هيديها 2 من الاباء الاجلاء احبار في الكنيسة، نيافة الانبا توماس ونيافة الانبا مكاريوس. كده يبقى قلنا 7 مواد. وطبعا السكشنز بقى هيمشي ازاي؟ السكشنز هنستعين بيه بالخدام المتفوقين في المجالات ديت، وببعض الاباء من الاباء الموقرين هنا في اسكندرية. ازاي هنتواصل؟ اعتقد ان كان هناك معاناة شديدة ان احنا نكلم كل واحد بالاسم، بس اشكر ربنا ان احساس الاهتمام وصل للكل، اما تليفونيا مرة وايضا برسالة مكتوبة مرة اخرى. وانا بشكر الناس اللي تعبوا في العمل ده، وبشكر حضوركم ايضا والتلبية بتاعت رغباتكم. امتى هنبدأ الدراسة؟ هنبدأ يوم 4/21/9، يعني بعد عيد النوروز مباشرة. واحد يسألني ايه هو نظام الامتحانات؟ هقول لك الحضور له نسب، لان التعليم اللاهوتي ليس مجرد تسلية عقلية ولا مجرد اوراق ولا مجرد تلقين، لكنه تلمذة وتسليم في الكنيسة، ان انا بأعاين، ان انا بقعد عند رجلين الاباء والتلاميذ ونتعلم، وان احنا نبقى كلنا مع بعض الليتورجية وافخارستية حية. هي دي السمة بتاعت كنيستنا، روح الاغابي، روح التلمذة، روح التفاعل، روح الكاتاشيزم، السين والجيم، عشان نبقى احنا مع بعض بنتفاعل ونبقى مجتمع. احنا يعني بمعونة ربنا وبنعمة ربنا، زي ما سمعنا من ابونا بشوي والدكتور مينا ونيافة الانبا مقار والدكتور ارساني
وهنسمع دلوقتي من سيدنا نيافة الحبر الجليل أنبا بافلي ان احنا نفسنا كلنا كده مع بعض يبقى فيه سيمفونية بيننا وبين بعض. الدارسين هم راس مال المدرسة. احنا الحقيقة في المقابلات اتفاجئنا مفاجأة كانت جبارة ان انتم فعلا اغنياء، اغنياء بالخبرة بتاعتكم الروحية واغنياء بالمعرفة اللي عندكم واغنياء كمان باشتياقاتكم ان انتم عايزين تتعلموا. ده في حد ذاته بقى احنا كده على سلم المبتدئين عشان ربنا يتحنن علينا ويدينا معاينة مجده وإشراقة ونعرف المسطورات والمدركات الإلهية وتتغير قلوبنا وتتغير كمان خدمتنا. الحضور له عليه نسبة، الأبحاث لها نسبة، طريقة الامتحانات هتبقى فيه امتحانات أورال وتبقى يعني مش هيمتحنك واحد، لا ده هيبقى فيه بورد اوف اكزامينر مجموعة ثلاثة او اربعة في الامتحان الاورال اللي هو الشفوي. احنا 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 عيلة، احنا عائلة ورعية واهل بيت الله، احنا مش قرايب كده يعني بتاع ده كده كلام، لا احنا قرايب، احنا كلنا اولاد المعمودية، احنا كلنا خدامين في الكنيسة، احنا كلنا لحم بعض ودم بعض وما كترناش على بعض. وانتم راس مالي المدرسة، المدرسة غنية بيكم، المدرسة غنية برغباتكم، المدرسة غنية بخدمتكم، المدرسة غنية بان انتم نفسكم ان انتم تغيروا واقعنا جميعا مع بعض، وبناء عليه ان ربنا هيرى هذه الاشتياقات ويعمل فيها. في امتحانات اورال والامتحانات الريتن بقى اللي هي الكتابة ديت بقى زي ما قلت لكم مش هيجي لك مثلا سؤال زي الاسئله بتاعت التلقين، اذكر ما تعرفه عن جميع الاعياد السيديه الصغيره والكبيره، اكتب عنها لاهوتيا وعقيديا وروحيا وليتورجيا. ايه ده يعني؟ ده معناه ان انت تكتب 3 4 مجلدات يعني في السؤال ده. فطبعا لا، الامتحانات هتبقى مالتيبل تشويس بحيث ان احنا ننجز في درجات على الكيسز، في حاجات احنا في كيسز في الخدمة، في اكسبلينيشن ان احنا ازاي يبقى في تعريفات، في ترمينولوجي، في شورت ايسز اللي هي ازاي ان احنا نبقى في شرح عميق للدراسات اللي بندرسها. النجاح من 60% على الاقل، 60% النجاح من 60%. هقول لكم تاني ماذا قلت لو سمحتوا. اول حاجة ان هذه دي مدرسة سكول للتنشئة. اتنين، ده مش سنتر عشان بندي فيه كورسز، لا ده فيه تعليم بنائي متكامل. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ايه الهدف؟ الهدف مش حشو الذهن او المجادلات اللاهوتية، لا الهدف ان انا بأدبني روحيا ومعرفيا وبقرب وبتحد بربنا. المدرسة ما فيش اي تقاطع مع اي مركز تعليمي. الكنيسة فيها رئتين، التربية الكنسية الرئة الاولى، والكلية الاكليريكية المنارة بتاعتنا هي الرئة التانية. المدرسة دي مجرد ايه؟ للتوعية، للتنشئة، بس مش اكتر من كده. لما بنتعلم حاجة في المدرسة ده عشان خاطر يبقى فيه تدريب ويبقى فيه اتقان للخدمة اللي بنخدمها. عدد الساعات 190 ساعة على سنتين، 380 ساعة، اسف 380 ساعة على سنتين، 380 ساعة على سنتين، كل سنة 190 ساعة. عدد الساعات متقسم 120 ساعة محاضرات و70 ساعة سيكشنز. قلنا المكان ما عندناش فيه اي فانتازي يعني اي يعني اوبشنز، لا المكان هو المحاضرات مريمينا فليمنج، لان زي ما انتم شايفين المسرح مليان ولسه الاباء الكهنة مجوش، فعشان نقدر نحصل على مكان البلكونة والارضية ده يبقى صعب، عشان كده المكان مريمينا فليمنج. والمعاد كل يوم اربع.
السكشنز كله في مركز الكاروز. واحب اكد ان العمل ده عمل سكندري يخص كل خدام اسكندرية، ونحن يعني بنستخدم المكان مجرد انه قاعة، لكن ليس له دخل بكنيسة مرمينة فليمنج، وليس لها وليس لنا دخل بإدارة المركز بتاع الكاروز. فهنتواصل من خلال الفيسبوك، تبقى مدرسة إلكترونية برضو، ومن خلال الموقع على الانترنت. المواد زي ما قلت لكم 7 والمدرسين 12، وهنبدأ يوم 21/9 الأربع هنا في المكان. فيما يتعلق بالسيكشنز هنعلن عنه في أول محاضرة، وهيقعد معاكم مرة أخرى دكتور أرساني، وهيشرح لكم مرة أخرى بالألوان ونفس الشرح اللي عمله عشان يوريكم إزاي العمل هيتم.